أبنائي طلاب الصف الرابع، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس الحروف الناسخة الجزء الثاني. هيا بنا نبدأ رحلتنا. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يستخدم الطالب الحروف الناسخة استخداما صحيحا، يعرب الطالب جملة الحروف الناسخة إعرابا تاما. طلابي الأعزاء، درسنا في الحصة السابقة الحروف الناسخة وعرفنا أنها تدخل على الجملة الاسمية. هيا نتذكر ما درسناه. من يقرأ هذه الجملة؟ أحسنتم، القدس عربية. ما نوعها؟ رائع، جملة اسمية. إذا نريد أن نؤكد على أن القدس مدينة عربية، فماذا سنقول؟ أحسنتم، إن القدس عربية. استخدمنا إن هنا لأنها تفيد التوكيد، ولكن ماذا حدث للجملة؟ لاحظ، دخل الحرف الناسخ إن على الجملة الاسمية، فماذا حدث؟ نصب المبتدأ وأصبح أحسنتم اسم إن، وبقي الخبر مرفوعا كما هو، ولكن أصبح أحسنتم خبر إن. والآن سنكمل رحلتنا مع الحروف الناسخة والجزء الثاني. هيا ننطلق. والآن عزيزي الطالب، بالاعتماد على ما تم شرحه في الحصة السابقة، نستطيع التعبير عن الصور التالية بجملة تحوي حرف الناسخان. فلنبدأ. هذه الصورة، ما رأيك في هذا الطالب؟ هل هو مجتهد؟ أحسنتم بالفعل. إذن ماذا نقول؟ إن المجتهد متميز. أحسنتم. أين الحرف الناسخ؟ رائع. إن ماذا يفيد؟ أحسنتم، التوكيد. المجتهدة اسم إن، متميز خبر إن. أحسنتم. وهذه الصورة عن ماذا تعبر؟ أحسنتم، الرياضة. فماذا نقول؟ رائع، إن الرياضة مفيدة. أين الحرف الناسخ؟ أحسنتم، إن. ماذا يفيد؟ أحسنتم، التوكيد. هل الرياضة مفيدة؟ نعم، أحسنتم بالفعل. وما فائدتها؟ أحسنتم، تقوي الجسم وتنشط الذهن. رائع. وهذه الصورة، برأيك أيهما أسرع؟ أحسنتم، الطائرة. إذن ما رأيك أن نعبر بجملة تحوي الحرف الناسخ لكن؟ أحسنتم، هيا. القطار أحسنتم سريع، لكن أحسنتم، الطائرة أسرع من. رائع، القطار سريع لكن الطائرة أسرع من. أحسنتم. أين الحرف الناسخ؟ أحسنتم، لكن. ماذا يفيد؟ رائع، على الاستدراك. الطائرة اسم لكن، أسرع خبر لكن. أحسنتم. طالبي العزيز، ومع هذا السؤال، أدخل إن ولكن واضبط الجملة بالشكل، أي أنك ستقوم بوضع الحرف الناسخ المناسب للجملة، وأيضا ستقوم بضبط الجملة، أي ستضع الحركة المناسبة لاسم الحرف الناسخ وخبره. ألف، فراغ، الدواء مفيد. ما الحرف الناسخ المناسب لهذه الجملة؟ أحسنتم، إن. أين اسم إن؟ رائع، الدواء. وما الحركة على آخره؟ بالفعل كما قلتم، الفتحة. فاسم إن؟ نعم، منصوب. وأين خبر إن؟ رائع، مفيد. وما الحركة على آخره؟ بالفعل كما قلتم، الضمة. فخبر إن؟ رائع، مرفوع. إن الدواء مفيد. باء، المعلمون حاضرون. فراغ، التلاميذ غائبون. ما الحرف الناسخ المناسب لهذه الجملة؟ أحسنتم، لكن. أين اسم لكن؟ رائع، التلاميذ. وما علامة اسم لكن؟ بالفعل كما قلتم، الفتحة. وأين خبر لكن؟ رائع، غائبون.
وما علامة خبر لكن؟ هل هي الضمة؟ أحسنتم، بالفعل لا، فهي رائع الواو. فخبر لكن في هذه الجملة مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المعلمون حاضرون لكن التلاميذ غائبون. جيم فراغ، الورود تبهج القلوب. ما الحرف الناسخ المناسب لهذه الجملة؟ أحسنتم، إن. أين اسم إن؟ رائع الورود. وما علامة اسم إن؟ نعم الفتحة، فاسم إن، أحسنتم، منصوب. إن الورود تبهج القلوب. ب. الألعاب الإلكترونية مسلية. فراغ، أضرارها عديدة. ما الحرف الناسخ المناسب لهذه الجملة؟ أحسنتم، لكن. أين اسم لكن؟ رائع أضرار. وما الحركة على آخره؟ أحسنتم الفتحة. وأين خبر لكن؟ رائع عديدة. وما الحركة على آخره؟ بالفعل كما قلتم الضمة. الألعاب الإلكترونية مسلية لكن أضرارها عديدة. هكذا أحبائي استطعنا وضع الحرف الناسخ المناسب لكل جملة. كذلك قمنا بضبط اسم الحرف الناسخ وخبره. استرجع معلوماتك. هيا نقرأ معا هذه الجملة. إن الكريم محبوب. إذا حذفنا إن ماذا يحدث؟ هيا فكر. أحسنتم، تعود الجملة لأصلها. وما هو أصلها؟ أحسنتم، الجملة الاسمية، فنقول رائع الكريم محبوب. فنسمي الكلمة الأولى أحسنتم مبتدأ، والثانية رائع خبر. وما حركة كل منهما؟ أحسنتم، كلاهما مرفوعان. والآن انظر لهذه الجملة. لا يستفيد المتهاون لكن المجتهد مستفيد. أين الحرف الناسخ؟ أحسنتم، لكن. إذا أردنا حذف لكن ماذا يحدث؟ أحسنتم، ستعود الجملة لأصلها. وما هي الجملة التي سنقوم بالتغيير فيها؟ أحسنتم، المجتهد مستفيد. أحسنتم، إذن ستعود لأصلها. وما هو أصلها؟ أحسنتم، الجملة الاسمية. ولكن قبل ذلك تذكر عزيزي الطالب، لكن تربط بين جملتين. إذا حذفنا لكن سنريد أحسنتم، أداة ربط بين الجملتين. وما هي؟ أحسنتم الواو. إذن سنقوم بحذف لكن والربط بين الجملتين بالواو وتعود الجملة لأصلها. هيا نرى. لا يستفيد المتهاون وأحسنتم، والمجتهد مستفيد. إذن المجتهد مستفيد، أحسنتم جملة اسمية، المجتهد مبتدأ، أحسنتم مستفيد خبر، وحركة كل منهما أحسنتم مرفوعان. والآن بالاستفادة من إجاباتك الرائعة في التدريب السابق، هيا نجب عن هذا السؤال. احذف إن ولكن من الجمل الآتية واضبط كل من المبتدأ والخبر. أي أنك ستقوم بحذف إن ولكن من الجمل الآتية ثم تقوم بضبط كل من المبتدأ والخبر. ألف، إن العلم نور. ماذا سنفعل هنا؟ أحسنتم، حذف الحرف الناسخ إن. إذن ما التغيير الذي يحدث للجملة؟ رائع، تعود لأصلها. وما هو أصلها؟ أحسنتم، الجملة الاسمية، إذن ستصبح رائع العلم نور. فنلاحظ هنا تغيير حركة العين وصارت مرفوعة فأصبحت أحسنتم جملة اسمية. أين المبتدأ؟ رائع
العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأين الخبر؟ أحسنتم، نور، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومع هذه الجملة ب: الشارع واسع لكن الازدحام شديد. في هذه الجملة ماذا سنحذف؟ رائع، لكن. لا تنس طالب العزيز، لكن تربط بين جملتين، إذن سنحتاج، أحسنتم، إلى أداة ربط للربط بين الجملتين. وما هي أداة الربط المناسبة؟ رائع، الواو. وهكذا تعود الجملة الثانية لأصلها، وهي، أحسنتم، الجملة الاسمية المكونة، رائع، من المبتدأ والخبر، وكلاهما مرفوعان. إذن تغيرت حركة كلمة الازدحام من النصب، أحسنتم، إلى الرفع لأنها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن سنقول: الشارع واسع والازدحام شديد. هكذا أحبائي حذفنا إن ولكن من الجمل، وضبطنا كل من المبتدأ والخبر. والآن عزيزي الطالب، هيا نتدرب معا على إعراب جملات الحرف الناسخ. إن الحق واضح، هنا الكلمة التي سنقوم بإعرابها، هنا الإعراب. إن حرف توكيد ونصب، الحق اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واضح خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والآن هل نستطيع الإعراب بمفردنا؟ هيا نرى. والآن من خلال نموذج الإعراب السابق، هيا ساعدني في إعراب ما تحته خط. الأسئلة كثيرة لكن الاختبار سهل. الآن سنقوم بإعراب جملة الحرف الناسخ. أين الحرف الناسخ؟ أحسنتم، لكن جملته، أحسنتم، الاختبار سهل. هنا سنقوم بوضع الكلمة، وهنا سنقوم بإعرابها. هيا نرى. لكن، أحسنت، حرف توكيد ونصب، الاختبار، أحسنتم، اسم لكن. هيا نكمل، اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، سهل، رائع، خبر لكن. نكمل، خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أحسنتم. وهكذا قمنا بالإعراب. عزيز الطالب، يمكنك إيقاف المقطع وحل التدريب والعودة لتتأكد من صحة إجابتك. الآن ستقوم بحل هذا التدريب بمفردك. هكذا أحبائي وصلنا إلى نهاية درسنا، وعرفنا أن الحروف الناسخة إن ولكن تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. وعرفنا إن تفيد التوكيد، ولكن تفيد الاستدراك. أأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بدرس اليوم، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.